مع مضطرب يعني. يعني ايه لعيب ياخد 15 16 مليون جنيه وما بيلعبش؟ في النوعيه دي موجوده في موجودة الزمالك؟ موجوده في الزمالك، في مصر كلها بياخد 3 4 بياخد 5 بياخد 2 ما بيلعبش. عمليه صناعه اللوائح اللي تدي شراكه اللاعب بالنادي مش موجوده. في النتيجه بتاعتك اللاعب ايه؟ ما بيلعبش بس باخد فلوسي، وهشتكيك للفيفا وهشتكيك لاتحاد الكوره واخد فلوسي وانا ما بلعبش. فحاجات طبعا كنت عايز اغير اللوائح. العقد بالمشاركه طبعا لا مش بالمشاركه، بالمشاركه والبطولات. لعيب في نادي الزمالك عايز ياخد 10 20 30 مليون هياخدهم ازاي؟ هياخدهم لمجرد ان هو مضى نادي الزمالك ولا هياخدهم مقترنين او مرتبطين ببطولات ونتائج يقدر يحققها بعدد ماتشات كبير، بيقدر يكسب لي دوري او افريقي او يكسب حاجه عشان ياخد كامل مستحقاته. لكن في ناس بياخدها، وانا كنت برضو قريت ريليتد للانديه في اوروبا، انديه كتير قوي بعض اللعيبه، بس الانديه هناك التسويق مختلف. من ضمن الحاجات انا ما لقيتش اداره تسويق في نادي الزمالك، في جبت خالد رفعت، خالد رفعت ما انا اللي جبته وجبت محامي نصر عزام، ما انا برتب كنت لوحدي البيت واعتقد خالد رفعت مش موجود زي نادي الزمالك اللي بيدور على الموارد الماليه، ما فيش اداره تسويق. لا وخالد يعني شاطر جدا، خالد ولد شاطر ومحترم جدا. قوي جدا. فطبعا عراقيل كتير قوي قابلتني وخلافات مع ناس كتير قوي، بس كان المهم نادي الزمالك والفرقه عشان الجمهور يعدي الجمهور.